الصناديق الاجتماعية باش تبدا تعطي في قروض بداية من فيفري وفما اللي باش يبداو في افريل. طبعا القيمة نتاع القروض هذه تتراوح ما بين 25 ألف دينار اللي هو قيمة القرض الشخصي، و 50 ألف دينار قيمة القرض باش تاخذ به سيارة، و 100 ألف دينار اللي هو قرض سكن. بيان سور الفوائد نتاعهم باش تكون ضعيفة. شنو رأيك الساعة؟ والله رأيي باش نقول لك حاجة هايلة برشا والله، وتضحك والله العظيم. أنا بصراحة فرحت بها الحكاية والله ما احلاها. وفوق هذاك الكل حتى الشباب اللي عنده مشروع في مخه باش ياخو قرض ينجم ياخو ويكبر مشروعه. تا وحدك في انا ماخذه شهاده في الحلو، حلو العربي والحلو السوري، نعمل كل شيء. عندي مشروع صغير نحب نكبره تا في 25 مليون، معناها نجم ناخو ونكبر به مشروعي وان شاء الله ربي يسهل. والله فكره باهيه حلو، بادره طيبه هذه قدمت معناها الصناديق الاجتماعيه، معناها يعطيهم الصحه، معناها كي خموا في الموضوع كيفنا كي فهمني، على الاقل خلي المواطنين تتنفسوا شويه وتنجم تحلوا جوانحها شويه وتنجم معناها تعمل دار، تعمل كهرباء، معناها كيما الناس الكل. معناها والله بادره طيبه يعطيهم الصحه. معناها انا اول مره تو سمعت الموضوع هذا. البرنامج هو باهي معالي، يخفف الضغط اول حاجه، لو فما يخفف الضغط على المواطن، فهمتني؟ وثاني حاجة باش تبعد العباد على البنوك، خاطر البنوك ياسر مشتة في تونس. باغ اكزومبل أنا عندي مع البنكة خذيت قرض من البنكة؟ ماخذ قرض في البنكة نرجع فيه بشكل رهيب، بس يعني ما عادش تفهم كل شيء في البنكة تدفع ليه، أي حكاية اس ام اس كل شيء تدفع ليه فلوس. يعني شهريتك أنت ديما الحبال على الجرار، شهريتك ديما تلقاها زيرو ولا تدخل في ديما في الروز. أنا باغ اكزومبل قريب يخلص ولا مازال؟ مازال في عامين تو، بحكم انه الظروف نتاعنا اللي نعيشوا فيها تو والوقت صعيب تو، العبيد محتاج انه باش تمشي للبنوك خاطر ما عنده حتى حل اخر، ما عنده حتى منفذ اخر، انه خاطر وراه عائله باش يعيش عائله اللي كيري كل شيء، يلزمو يدين باش ينجم يوصل العائله هذيك. باهي مشروع باهي، ان شاء الله تكون النتيجه باهي للجميع. حسب رايك باش يساعد التوانسه؟ بالطبيعه كل بشر يحب يتمنى كهرباء ويتمنى دار ويتمنى قرض باش يحسن الوضعيه الاجتماعيه نتاعو. وان شاء الله نقولوا خير، ان شاء الله تونس من احسن الى احسن. هي والله تناسب، علاش لا؟ على خاطر المواطن هو على شنو يلوج؟ اي مواطن قاعد يقترض، ما فماش في تونس حتى مواطن انه هو ما يقترضش. به اما به يناسب كي يبدا البورسنتاج، بالطبيعه يناسب اي مواطن تونسي، خاطر هاك تشوف كيفاه المعيشه وبرشا حاجات، علاش لا؟ انا نكون يساعد المنخرطين، معناها يساعد التوانسه، يساعد 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 التوانسه الكل. بصراحه حل اذا كان الفوائد نتاعها مش برشا حل، ماذا بينا احنا؟ انا ماذا بينا ان شاء الله، خاطر البنوك ديجا البنوك هاك تشوف البنوك ياسر انتريس على البنوك برشا. هي كانت موجوده قبل سي ان اس اس وسي ان ار بي اس، كان يعطوا في القروض قبل، وكان فيها باهية أن القرض بتاعها فيكس، الزيادة بتاعها فيكس مش انتري كومبوزي كما تو في البنوك. تعاون ياس الموظف، تعاونوا لأنه يمشي حسب الجهرية بتاعه، وفيها إمكانية لتحسين الظروف العائلية بتاع المخرطين. أنا والله الحقيقة هي لمحالة بادرة طيبة بوغ كومونسي، وكل حاجة أنا فيها منفعة للمواطن وفيها معناتها ايجابيه معناتها للدوله كما يقولوها وللمؤسسات العموميه، فهمتني؟ انا راني نثمنها وانا راني معاها وانا نشجع فيها، فهمتني؟ اما تبقينا الرقابه واجبه، الرقابه نتاع الدوله واجبه، مش لازم ندخلوا في لي ديتاي معناتها يطوي الحسره، اما الرقابه واجبه وكها، وان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسخر فيه. واحد كي يمشي يحل ضيقته مثلا تو ياخذ قرض وياخذ به دار، يطلع هو رابح، يطلع ياخذ دار، مش ياخذ دار، مش ياخذ كهرباء ولا شخصي ما يعمل به حتى شيء، اما مش ياخذ به دار يطلع رابح 1000% مش 100%. مثلا لو انت كنت موظف يعني وتجيك الفرصه هذه، تاخذ قرض من البنكه ولا من الصناديق الاجتماعيه؟ بنكه مستحيل، تعرفش علاش؟ يعني بلوجيك مش الواحد باش يذم ولا البنكة تمد تاخذ من عنده مع القسوة الكيديك ديريكت فاسيلمون. والله صدقني ومجربة، علاش قلت لك؟ أنا كنت نخدم وكانت عندي البنكة، والله ما يخلوا لك حتى شيء. بالنسبة للبنوك، بالنسبة أصلا باش تعامل بالفلوس، يا عندك البريد السريع نتاعنا نتاع كدولة، ولا كما قلت انت سي ان ار بي اس ولا سي ان اس اس. اما كبنوك مستحيل واحد يعني يحاول يتعامل معهم، خاطر جربناها واحد يعني مش خسر، يعني
بالحق راهو شيء اسف، بالحق شيء اسف والله والله والله. يوصلوا يعني شهريه ويخلصوا في بلاستيك. وانا جربت مجرب وعندي المدام تاعي جربت زاده حاله. خذيت قرض ولا لا؟ ماخذ قرض، فما تونسي مش ماخذ قرض؟ امبوسيبل. تونس كامله تقترض، وتونس كامله في الروج، وتونس كامله مش فاهمه شنيا شهريتها كيفاش تدخل تخرج. الحمد لله نعمه من عندك يا ربي، اما كومي المشكلتنا اللي فما مثلا عنا في تونس بلايص قاعدين ياخذوا هما حتى 50 ياخذوا في 50 مليون ويرجعوا من غير انتيريس، والربا هو محرم فيه ربي باش نقولوها ونحن على صيب ولا محال، هو منا ولا منا ربا. اما كوميم يكون البورسنتاج زاده مسكين المواطن كيفاش باش يرجع؟ كيما توا وقتنا توا مش قادر، شكون اللي لقيته قادر باش يشتري دار ولا باش يكون الصغار وباش يعمل برشا حاجات؟ حسب رايك القروض هذه باش تنافس البنوك القروض البنكيه؟ باش تكون منافسه كبيره. باش تكون منافسه كبيره اكيد اكيد جدا، باش تكون منافسه كبيره بيان سور، باش يكون خاطر البنك برشا ولا تزيد برشا برشا، يدخلك من الخوخه يخرجك من المشماشه من الاخر. باش يخلق منافس والله، باش يخلق بالحق. اذا كان كما قلت انت الفوائد مش برشا، باش يخلق منافس. وانا ناكد لك المواطن باش يمشي للسين اس اس والقروض هذه، انا ناكد لك بالحق. فصيل خاطر المواطن يتعامل بالسيف عليه مع البنكة بالسيف رغم عنه، وكان يلقى الحل هذايا باي باي بنك بيان سور، باش يخلق ماله باش تولي تنافسني ونافسك، فهمت؟ وهات ذراعك علي في نقولوا احنا، وشكون اللي يمون اكثر وشكون اللي وباهينا الكل، باهينا لتونس معناها الناس الكل باش تولي تترفع، الناس الكل تولي بالكدا. كان مش تولي معناها كيفنا كي باش تولي منافسه كبيره هذه به، معناها علاش قلت لك بادره طيبه قدمتها معناها الصناديق الاجتماعيه باش تنافس بها البنوك، معناها تنجم انت هكيت نفس البنوك من بنوك ياسر فوائد، معناها تاخذ قرض ترجع مره ونص ساعات مرتين، العباد ما عادش خالطه مش تخلص، العباد ما عادش خالطه باش تاكل باش تاكل وباش تفطر معناها باش تعيش، خلي انت باش تخلص قروض البنوك معناها هكيت تولي فما منافسه وتنجم البنوك معناها تطيح في معناها في الفوائد نتاعها اكثر من الصناديق، معناها باش تولي فما منافسه برشا ومعناها باش تحل برشا مجالات، معناها باش تسهل تسهيلات معناها تسهل. يعطيهم الصحه برافو. بالطبيعه تولي منافسه ما بين البنوك، كيما الاتصالات كيما البنوك كيما اي اي ميدان، معناها في الميدان ديما تكون المنافسه، وان شاء الله تكون المنافسه باهي معناها اللي اقل تكاليف واقل من الاخر بالطبيعه باش يمشيوا للصندوق الاجتماعي اللي هو حاجه مضمونه وتكاليف ناقصه وتنجح العمليه باذن الله. نحكيوا على القروض اللي باش تعطيهم الصناديق الاجتماعيه خاصه وانه الفوائد نتاعها باش تكون ضعيفه مش كما الموجود، معناها حسب رايك انت باش الاقبال باش يكون عليها برشا معناها بالطبيعه كي الفائض يبدا قليل بالطبيعه كل مواطن يتمنى باش ياخذ قرض باش ياخذ قرابه باش يحسن من الوضعيه الاجتماعيه نتاعه، وهذيك الحكايه تنجح باذن الله اذا الموضوع معناها موجود وعلى اساس صحيحه وتنجح باذن الله ويكون الاقبال بكثره. هما اللي يعطوا القروض اما البنوك، وكانت هي الوحيدة وكانت هي مسيطرة على السوق، وكانت حتى الأداءات بتاعها ياسر والقصان أو يبعث يقول لك بعث لك جواب ولا جواب لا حتى شيء وأداءات ياسر، بينما هذه ما فيهاش أداءات، الأداء بتاعها باين فيكس أنها تتقص مش هاي مغادي، لا فيها لا أني بعثنا لك لا حتى إشكاليات، العباد الكل ماشي بشي له. نقول نضمن لك أنه إذا كان مش 100% من الموظفين على الأقل 80% باش ياخذوا القروضات، 80% مش يوليو يتعاملوا مع سي ان اف بي اس وسي ان اس اس. حسب رايك البرنامج هذا باش يكون عنده نتائج ايجابيه خاصه على المنخرطين تاع الصناديق الاجتماعيه؟ باش يكون عنده جد ايجابي وينقص شويه على البنوك، لان العباد فدت من البنوك، بنوك القروض بتاعها قويه ياسر، بتاع سي ان اف بي اس ماهيش قويه، وبتاع سي ان اس اس هي تبع وزاره الشؤون الاجتماعيه حاجه اجتماعيه. معناها فيها فائده ياسر للمواطن. المخاطر الكل نتاع سي ان بي اس وسي ان اس اس الكل فرحين بها، انا بيدي شخصيا كيف عارف البرنامج يعني؟ صحيح موجود لانه كان قبل موجود، كان قبل حتى جراي ونص تاخذ في العام، وتاخذ نتاع السكن نتاع قاض بناء، كان قبل قاض بناء يوصل 10 ملايين، وقت كانت 10 ملايين عندها قيمه يبنوا بها العباد وتاخذ القروض من سي ان بي اس ولا سي ان اس اس، فيها فائده ياسر للمواطنين.
اكيد هو بون يعني الفائده مهما تكون الفائده ديما باش ترجع للدوله. قلت الفائده تبداش 3% 2% 1% باش ترجع المنفوعه نتاعها للدوله. والصندوق والصناديق تتحسن الوضعيه نتاعها. اللي ماشي يقول لك فما مثل يقول لك المشي للسدره الزيتونه ولا بيه. فهمت اللي تمشي فما بنوك ما مش توينسا. شكون اللي كان البنك اللي انا نعرفه مليانه صغير البنك الاسكان. بنك الاسكان ما عادش تلاقي روحه مع الجماعه هذوم مع البنوك الاخرين، قالت لك كلها بنوك التجاريه اكثر. بل كنت يعني وين مش نحكي لك انا البنك الاسكان قبل يعمل السكن الاجتماعي. وين السكن الاجتماعي؟ ما عادش يعملوا فيه خاطر ما عادش مش فلوس. سا ديبون عاد هكاكا يلزم تكون امور مدروسه كما يلزم وياخذوا احتياطاتهم وياخذوا معناتها يدرسوا امورهم كيف ما يلزم باش الامور تكون ايجابيه بالطبيعه. هي فيها الايجابي وفيها السلبي. فهمتني؟ برشا ناس بعد ما تم تداول الخبر هذايا برشا ناس اعتبروها صفعه للبنوك القروض هذايا. والله ايش باش نقول لك انا صفعه للبنوك حتى هما زاد البنوك زاد كما يقولوها يلون بوكو بروفيتي دو سيتويان تونيزيان راه ياسر استغلوه المواطن التونسي وهذه حاجه راهي ملموسه ومعروفه وراهي معناتها تتراحى حتى بالعين المجرده. فهمتني؟ حتى هما زاد يلزمهم يتردعوا البنوك شويه زاد ويحسوا على المواطن شويه خاطر المواطن تعب برشا راه من الثوره لهنا من اللي جاوا اللي ما يتسماوش انا ما نسميهمش. فهمتني؟ وما يستاهلوش باش نسميهم زادا سامحني ما تنحيهاش الكلمه هذه. فهمت؟ زادا يلزمهم زادا يقراوا حساب الانسانيه وحساب المواطن المسكين اللي تعب واللي شقى واللي جاع واللي تمرمد واللي صار فيه اللي ما يصير. اكيد اكيد صفحه للبنوك. خاطر اما خير انت تشري كيلو بالبين ولا تشري بتسالير؟ اما خير هذاك هو التونسي تبع لك المقل. حاجة طبيعية ومش خاطر البنوك ريتي انت تخلصي عندهم وينقصوا لك كل ثلاثة شهور ينقصوا لك تخلصي معاهم عندهم ويزيدوا ينقصوا لك.